العليا للانتخابات تستبعد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال من انتخابات الصعيد، وتعلن انتهاك 7 قنوات خاصة ضوابط الدعاية. بريطانيا تمد مهلة تصدير تمثال سخن كا إلى 29 من مارس القادم، ووزارة الآثار تعلن انتظارها بلاغا رسميا. اليمن يقطع علاقته الدبلوماسية مع إيران لدعمها المتمردين الحوثيين، وطهران تعلن القائم بالأعمال البحريني شخصا غير مرغوب فيه. روسيا تنفذ أكثر من 20 طلعة جوية على مواقع داعش في الرقة، والغارات تطال مركزا لقيادة التنظيم. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية في جرانتش، بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. مرحبا بحضراتكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا نظيره التونسي البرج قائد السبسي لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وقد وصل إلى القاهرة وفد رئاسي تونسي برئاسة مستشار أول رئيس الجمهورية محمد سليم للإعداد لزيارة الرئيس قائد السبسي التي تستمر يومين. قررت اللجنة العليا للانتخابات استبعاد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال من خوض انتخابات مجلس النواب عن قطاع الصعيد، وذلك لعدم استكمال القائمة شروط الترشح. وأشار المتحدث باسم اللجنة المستشار عمر مروان أن اللجنة قامت بتنفيذ حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأتاحت ل3 قوائم أن تستكمل الأوراق المطلوبة منها بعدما سبق رفضها لعدم اكتمال الشروط والأحكام. من جهة أخرى، تلقت اللجنة العليا للانتخابات تقارير من لجنة متابعة الأداء الإعلامي عن الانتخابات تفيد بارتكاب 7 قنوات فضائية مخالفات في الفترة من 20 إلى 29 من سبتمبر الماضي. وذكر بيان للجنة أن هذه القنوات هي موجا كوميدي والفراعين والحياة وسي بي سي والعاصمة وصدى البلد ودريم تو، حيث أعلنت أنها ستخطر كل قناة بالمخالفة للرد عليها خلال 24 ساعة من الإخطار بها، على أن تعرض المخالفة مع الرد على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وهذا وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ خالد ميري مدير تحرير الأخبار عضو لجنة الحياد الإعلامي للانتخابات البرلمانية. أستاذ خالد، بعد التحية، كيف رأيت ما يحدث الآن من هذه القنوات، وكيف ستكون العقوبة على تلك القنوات المخالفة كما ذكرناها الآن؟ يعني خلينا نتكلم أستاذ خالد. ألو. نعم أنا معك، تفضل. يعني خلينا نتكلم أنه مبدئيا أن ما حدث بيؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات حريصة على تطبيق القانون، حريصة على ضمان الحيادية والنزاهة في تغطية الانتخابات البرلمانية بما يضمن انتخابات شفافة ونزيهة تعبر عن إرادة الشارع المصري. القنوات السبعة كما ذكرتيهم، لجنة متابعة أداء القنوات الإعلامية توصلت إلى ارتكابهم للمخالفات. هذه المخالفات اللجنة كانت حريصة على عدم إعلان طبيعة هذه المخالفات الآن انتظارا إلى الردود التي من المفترض أن يتم تسليمها خلال 24 ساعة، لكن المخالفات قطعا يعني بتتراوح بين عدم الحيادة أو عدم الدقة أو عدم الدقة في العناوين أو استخدام شعارات دينية أو خلط الخبر بالإعلان أو خلط الرأي بالخبر أو عدم الكشف عن هوية الضيوف وتحيزاتهم الفكرية، التأثير على الناسبين. يعني هذه هي طبيعة المخالفات التي تم ارتكابها، والقنوات ملزمة بالرد خلال 24 ساعة. عندما يصل الرد سيتم رفع الأمر برمته تقرير لجنة متابعة الأداء الإعلامي وردود القنوات على اللجنة العليا للانتخابات، حتى تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرار في هذا الأمر. قد يقتصر قرار اللجنة فقط على إلزام القنوات بتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها، تحديد وقت محدد وزمن محدد لإذاعة هذا التصحيح
في الوقت الذي تحدده اللجنة العليا للانتخابات وبالطريقة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات أيضا. لا أعتقد أنه في المخالفات الأولى سيتم إصدار قرارات بالعقوبات المغلظة. أعتقد أنه إذا تكررت المخالفات يمكن أن تصدر عقوبات مغلظة، واللجنة من حقها العقوبات المغلظة بتكون إيه يا فندم؟ اللجنة من حقها طبقا للقانون ولقرارات اللجنة أن تصدر قرارات بوقف برنامج لفترات محددة أو حتى بوقف قناة لفترات محددة، هذا إذا أصر البرنامج أو أصرت القناة على الاستمرار في المخالفات. نعم، أستاذ خالد ميري مدير تحرير جريدة الأخبار وعضو لجنة الحياد الإعلامي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المتابعة. أعلنت وزارة الثقافة البريطانية عن مد مهلة تصدير تمثال سخم كال أثري الفرعونية حتى 29 من شهر مارس من عام 2016. وأرجع بيان الوزارة البريطانية نشر على مواقع التواصل الإلكتروني هذا القرار إلى توافر ما سمتها النية الجدية لجمع الأموال لإنقاذ التمثال وتحييه في المملكة المتحدة. من جانبه قال مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار علي أحمد أن الجانب البريطاني لم يبلغ الوزارة حتى الآن بقرار ما مهلة بيع التمثال، وأوضح أن الآثار تتصل حاليا بوزارة الخارجية المصرية للتأكد من القرار، وكان قد تم بيع التمثال الذي كان مملوكا لمتحف نورثامبتون البريطاني لمستثمر أجنبي الصيف الماضي بنحو 16 مليون استرليني، ولكن وزير الثقافة البريطاني قرر فرض حظر تصدير مؤقت عليه. أعلن وزير الموارد المائية والري حسام مغازي أن اللجنة الوطنية المصرية لسد النهضة وجهت الدعوة لكل من السودان وأثيوبيا للاجتماع بالقاهرة يومي الرابع والخامس من شهر أكتوبر الجاري. قال وزير الري أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة النقاط الخلافية تمهيدا لإجراء الدراسات الفنية لتحديد تأثيرات إنشاء سد النهضة الأثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان. يجرى هذا الاجتماع على مستوى الخبراء وبحضور المكتبين الاستشاريين للدولتين الفرنسي والهولندي. بدأ الاجتماع التخطيطي للمراجعة التعاونية لدول حوض النيل برئاسة المستشار هشام جنينة لمناقشة أهم التحديات التي يواجهها النهر. حضر الاجتماع ممثلون عن دول حوض النيل الأحد عشر بهدف الخروج بمذكرة تفاهم لتنظيم عمليات المراجعة بين الدول وتحديد دور منظمة الأفرو آسيوية. تفرد جغرافية مساره جعله شريان الحياة للقارة السمراء وميزه عما سواه من أنهار العالم. إنه نهر النيل الذي فرضت حمايته اجتماع الدول الحاضنة لينابيعه ومجراه ومصبه في إفريقيا تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري وجهات شؤون البيئة ومجموعة الأفروسي لمراجعة البيئة. الحقيقة أنه الاستخدام الأمثل لهذه الموارد بيأتي في وقت إحنا أحوج ما نكون فيه إلى ترشيد استخدام مياه النهر لما يعود بالنفع على كل دول حوض النيل. هناك إهدار لهذا المال، أنا بعتبر أن نهر النيل والماء ده له قيمة تفوق في أهميتها قيمة البترول اللي الدول العالم بتتصارع عليه، لا بيأتي أهميته لأنه هو مصدر الحياة لهذه الدول. جاء الاجتماع تحت عنوان الاجتماع التخطيطي للمراجعة التعاونية لنهر النيل، وشارك فيه دول حوض النيل الأحدى عشر من أجل مناقشة أهم التحديات التي يواجهها نهر النيل. الاجتماع يهدف إلى تحقيق التعاون ما بين دول الحوض وتحديد مسؤوليات الجميع تجاه نهر النيل، وهذه هي أهم الأهداف. النيل يعد مصدرا مشتركا لدول كثيرة، فبالتالي الجميع يستخدمه على حسب احتياجاته، فلابد أن نعلم الحق في الاستخدام وحماية النيل ومشاركة الجميع فيه. خرج الاجتماع بخطة عمل مشتركة تبنتها دول حوض النيل للمحافظة على مجرى النهر من أي إجراءات جائرة أو تغيير معالمه وثوابته وحقوق الدول الحاضنة له. قال المتابعة تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون السودانية والإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام. دكتورة أماني، ما هو المنتظر من الاجتماع القادم يومي الرابع والخامس من أكتوبر الجاري؟ هل يأتي بجديد أم يأتي استمرارا لسلسلة التفاوض التي لا تأتي بجديد ملموس فيما يتعلق بسد النهضة؟ من المفترض أن يكون جدول أعمال هذه الجولة من المفاوضات
حل مسألة من يتولى القيام بالدراسات الفنية. هذه معضلة بين مصر وإثيوبيا توقفت لديها المفاوضات السابقة. يعني ربما يكون هناك نوع من أنواع الأداء الجديد لإثيوبيا، خصوصا بعد اجتماع رئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة. هناك وعد إثيوبي بأن الحكومة الجديدة التي تتشكل حاليا سوف تتفاعل إيجابيا مع المطالب المصرية. سوف ننتظر لنرى، وأعتقد أن هذه لابد وأن تكون نقطة النهاية في سلسلة المفاوضات التي لا تنتهي، وأظن أن رئيس الوزراء قد ألمح إلى ذلك، رئيس وزراء الحكومة المصرية الجديدة. نعم، طيب معنى وجود المكتبين الاستشاريين الدوليين الهولندي والفرنسي، هل يعني هو يشير إلى أن الأزمة المتعلقة بعملهما سوف تنتهي؟ لا، المكتب الهولندي قد انسحب بالفعل، وبالتالي ومصر ترفض المكتب الفرنسي، هل يعود المكتب الهولندي؟ الأنباء أشارت إلى أن مندوبين عنهما سيكونان في هذا الاجتماع. جيد، لكن هو الموقف الإثيوبي متوقف عليه مستقبل العملية التفاوضية فيما يتعلق بمسألة سد النهضة. يعني هو فقط إثيوبيا هي التي ستحرك الأمور إما قدما إلى الإمام أو تتوقف يعني عند مش مسألة إثيوبيا، مسألة أن يكون هناك توازنا في مسار العملية التفاوضية الراهنة، لأنه من غير المقبول أن يتم تلبية كل الطلبات الإثيوبية على حساب الأمن الإنساني في وادي النيل. نحن هنا لا نتكلم عن مطالب مصرية، لكننا نتكلم عن متطلبات الأمن الإنساني في وادي النيل. نحن أمام بناء لا نعرف مستقبله ولا نعرف معامل أمانه ولا نعرف مدى تأثيره في حالة التخزين الكامل على حق الحياة للمصريين، أو نعرف كمصريين أنه سوف يحرمنا من الحق في الحياة. نعم. وبالتالي يعني استمرار البناء في مثل هذا السد من غير المقبول أن يتم على هذا النحو. أشكرك دكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون السودانية والإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين جراء حادث التدافع بمنى إلى 126 متوفين حتى الآن، فضلا عن 14 مصابا. أضاف وزير الصحة أن الأعداد جاءت في بيان رسمي تلقاه من السلطات السعودية حول أعداد الضحايا المصريين في الحادث، إضافة لتقرير من البعثات النوعية الثلاث وبعثة وزارة الصحة. كما بلغ إجمالي عدد الحجاج المتغيبين 110 حالات بعد ورود بلاغات جديدة للقنصلية المصرية العامة بجدة. واصل وزير الصحة جولته الميدانية بزيارة المصابين كافة بمستشفى النور التخصصي والملك فيصل لمتابعة الحالة الصحية للمرضى والوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة لهم. كما تضمنت الجولة تفقد مخيم الإيواء بمشرحة المعيصم، والتي قابل خلالها العديد من المصريين للاستماع إلى شكواهم، والتي كانت معظمها السؤال عن المفقودين. أنا تواصلت مع كل المصابين الموجودين في المستشفيات، وإحنا تكفلنا بنقلهم إلى ذويهم في حتى يصل إلى بيته، هيتنقل على خطوط مصر للطيران، وتواصلوا معنا وقدرنا إن إحنا نتعامل معهم كلهم. ده بالنسبة للمصابين. لما نيجي نتكلم على اللي هم المتوفين هنا والمفقودين اللي هي عليها الكلام دلوقتي، أنا جيت هنا مشرحة المعيصم أو بيسموها الإيواء في المعيصم عشان أشوف الكلام ده. هم عندهم الآتي، عندهم المصابين الموجودين في المستشفيات الاخرى اللي احنا ما رحناهاش، ومش ناس كل الناس قادره تتم تشوفهم. المصابين دول لهم صور، الحقيقه مشكورين الاخوه هنا ادونا بياناتهم على فلاش ميموري معانا هنا دلوقتي عشان نقدر نتواصل ونعرضها على الناس عند عودتنا لمصر يتعرفوا عليهم، وممكن هم يجوا يتابعوهم. انا اول ما هنزل مصر ان شاء الله باذن الله هنحدد المكان اللي هيتم فيه التعامل مع اهل المفقودين في مصر، بحيث ان هم يجي لنا طالبين الاتي: اب او ام المفقود، ابن المفقود اذا كان موجود، بقيه اولاده بالترتيب كده، ثم اخواته. هناخد منهم العينه
ونطلع منها النتيجه بتاعتها نتيجه الدي ان اي او الحمض النووي وحرسلها هنا للسلطات هنا في المملكه العربيه السعوديه. يتم التطابق او الماتشنج وبالشكل ده نقدر نعرف المفقودين دول مين من المتوفين. ما المفقودين دول احنا متوقعين ان هم غالبا هيبقوا يا اما متوفين يا اما مصابين متوزعين على المستشفيات. اضافه الى الاتصال المباشر بينه وبين الاخوه الزملاء في البعثات الطبيه اذا كان هناك تعرف او اذا كان هناك استدلال او استعراف على اي من المجهولين سواء من المتوفين او المصابين حيصير تواصل بصفه مباشره على طول. كما تضمنت الجولة بمخيم إيواء مشرعة المعيصم بمكة المكرمة التعرف على كيفية الكشف عن هوية المصابين والمتوفين والمفقودين من خلال نشر صور لهم وشاشات عرض ليتمكن كافة المواطنين من التعرف على ذويهم. حضرتك شايف رجالتنا موجودين في كل مكان مع كل الناس ملتحمين بالمصريين. عايز اقول يعني مهم جدا انه بعد ما تردد ان الدم المصري غير غالي على حكومه، لا الدم المصري غالي جدا، نقطه دم واحده من اي مصري اغلى من اي شيء عندنا. المصريين غاليين في كل مكان وهم يعني في عينينا، لكن لابد ان يتم الشرح وافي يبين للناس احنا بنعمل ايه والدنيا ماشيه ازاي. المجهولين تم اخذ تصويرهم، تم اخذ عينات دي ان اي، وتم اخذ البصمات والعمل على قدم واسع. وتتواصل الجهود وعلى كافه الاصعده لجمع الدلائل والاحصائيات كافه المتعلقه بالحجاج المصريين سواء كانوا مصابين او مفقودين او متوفين، فالكل يعمل جاهدا للحفاظ على كرامه وحق المواطن المصري. من مشرعه المعيصم بمكه المكرمه، محمد حلمي، النيل. مرحبا بحضراتكم من جديد. نتحول لملف اليمني، حيث أعلنت الرئاسة اليمنية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها وإغلاق مقر اللجنة الدبلوماسية في طهران، وذلك لدعمها المتمردين الحوثيين. كما أعلنت إيران أن القائمة بالأعمال في سفارة البحرين شخص غير مرغوب فيه، ردا على قرار مماثل اتخذته المنامة. بعد سيل من الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية اليمنية والتدخلات في شؤون الدول الخليجية، فاض الكيل بوزراء خارجية دول الخليج الذين نفضوا سياسة غض الطرف وبدأوا في تصعيد دبلوماسي ضد العبث الإيراني في المنطقة. اليمن الدولة الأكثر تضررا أخذت زمام المبادرة وقطعت العلاقات نهائيا مع طهران بوصفها الداعم الرئيسي للحوثيين، واتخذت قرارا بطرد السفير الإيراني لديها وأغلقت مقر بعثتها الدبلوماسية في إيران. قرار الرئاسة اليمنية جاء احتجاجا على استمرار تدخل طهران في الشؤون الداخلية اليمنية وانتهاكها للسيادة الوطنية بجملة من الممارسات العدائية التي حذر منها الرئيس اليمني أمام الأمم المتحدة، متهما إيران بعرقلة كل إجراءات الانتقال السياسي للسلطة. وزير الخارجية اليمني بدوره اتهم السفارة الإيرانية بتقديم الدعم المالي والعسكري والاستخباراتي للحوثيين، مشيرا إلى أن السفارة تحولت إلى مركز عمليات حربية للحوثيين. قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاء على خلفية تاريخية لممارسة تغلغل في التراب اليمني لأكثر من 10 سنوات ساعد في الصعود السريع للحوثيين ومكنهم من الاستيلاء على الدولة اليمنية. الممارسات الإيرانية في اليمن ودول الجوار دفعت دولة البحرين لاتخاذ موقف مبدئي من علاقتها السياسية مع إيران، وقدمت شكوى رسمية في الأمم المتحدة تتهم فيها إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية، وقامت بسحب سفيرها من إيران. هنا أؤكد أن مملكة البحرين وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة قد قامت بشتى الطرق ومختلف الوسائل بدعوة إيران إلى علاقات الجوار الطبيعية قائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. التصعيد الدبلوماسي ضد إيران جاء بعد يوم من إعلان البحرين ضبط مصنع للقنابل واعتقال أشخاص يشتبه في انتمائهم للحرس الثوري الإيراني. كما كشف التحالف العربي أيضا عن ضبط قارب إيراني محمل بأسلحة وقذائف وصواريخ في بحر العرب كانت متجهة صوب اليمن. ورغم المواءمات السياسية لإيران مع دول الغرب، تبقى العلاقات العربية مع إيران على المحك في ظل استمرار التدخل الخارجي الإيراني في الشأن الداخلي العربي.
وحول الملف اليمني والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الله إسماعيل محلل سياسي يمني. أستاذ عبد الله بعد التحية، في رأيك ماذا بعد قطع اليمن العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد السفير، خاصة أن ما حدث أيضا حدث في البحرين؟ هذه الخطوة كانت جاءت متأخرة للأسف، ولكن أن تأتي خير من أن لا تأتي أبدا. التدخل الإيراني في الشأن اليمني كان واضحا منذ عام 2001، والذي كان على هيئة دعم لا محدود لجماعة الحوثي كذراع لإيران في اليمن. وحدثت أكثر من حادثة في اليمن، تم القبض على أكثر من سفينة فيما يعرف عليه إعلاميا بجيهان واحد وجيهان اثنين، وأيضا تم كشف أكثر من خلية تجسس، وتمت محاكمات، وتم إدانة أشخاص وحبسهم على ذمة التخابر مع إيران. كان هنالك كثير من المؤسسات العاملة في الداخل اليمني الإيرانية اكتشف أنها تعمل بشكل غير يعني تعمل بشكل تجسسي كما هو واضح، وتم إغلاقها. ثم ما بعد إسقاط صنعاء والاحتفال الرسمي الكبير من إيران بسقوط العاصمة اليمنية صنعاء، والذي أكدت أنها العاصمة الرابعة التي تسقط في براثن الإيرانيين، كل هذه الأمور ودعمهم اللامحدود بالأسلحة في فترة ما بعد إسقاط صنعاء والسفن التي كانت تصل إلى موانئ اليمن والطيران وغيره، هذه الأمور كانت تستدعي أن يتم اتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي منذ وقت مبكر. ولكن الآن وخاصة بعد القبض على السفينة كانت متوجهة إلى الحوثيين من قبل التحالف، كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقال، وتم الإعلان رسميا بقطع العلاقات مع إيران. وأعتقد أن هذا هو أقل ما يجب أن يكون، لأن إيران أثبتت أنها ليست معنية بأي حسن جوار مع جيرانها العرب، وأنها فقط أداة للتدمير والهدم وإثارة المشاكل والفتن في داخل الدول العربية. نعم، عبر الهاتف السيد عبد الله إسماعيل محلل سياسي يمني، شكرا جزيلا على هذه المتابعة من هناك. أما على الصعيد الميداني فقد قام خالد بحاح نائب رئيس اليمني رئيس الوزراء اليوم بزيارة إلى منطقة باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية في البحر الأحمر اللتين تم تحريرهما من المتمردين الحوثيين. من جهة أخرى جدد طيران التحالف العربي قصفه مواقع ميليشيا الحوثي صالح في العاصمة صنعاء ومحافظة تعز. تتواصل العمليات العسكرية لقوات التحالف العربي والمواجهات في اليمن بالتزامن مع الحراك الذي تشهده الساحة السياسية. طائرات التحالف العربي شنت سلسلة من الغارات الجديدة على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء، مستهدفة مقر دائرة الإشغال العسكرية وسلاح المهندسين في منطقة سعوان ومعسكر الحفا للحرس الجمهوري بجبل نقم شرقي العاصمة. وفي جنوب العاصمة شن طيران التحالف غارات استهدفت محيط دار الرئاسة ومعسكر جبل النهدين المطل عليها ومنزل أحد قيادات الحوثيين في منطقة أرحب شمال صنعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من قصف معسكر الصمع للحرس الجمهوري في أرحب. أما في تعز فواصلت الطائرات قصف مواقع تابعة لميليشيا الحوثي وصالح، فقد استهدفت الطائرات القصر الجمهوري والأمن المركزي وتبت السلال والدفاع الجوي. من جهتها تمكنت قوات المقاومة الشعبية من قتل العشرات من العناصر التابعة للمتمردين في مواجهات في الوازعية وباب المندب غربي تعز. كانت ميليشيا الحوثي وصالح قد سيطرت منذ أيام على مديرية الوازعية وحاولت التقدم في اتجاه محافظة لحج الجنوبية المجاورة لتعز، إلا أن قوات الجيش تمكنت من صد المتمردين بدعم من المقاومة وغطاء جوي وفرته طائرات التحالف العربي. قالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من 60 غارة جوية واستهدفت 50 مقرا لتنظيم داعش في سوريا، من بينها مراكز قيادية في الرقة. وفي حين تتواصل الغارات الروسية
تجدد الانتقادات للتدخل العسكري الروسي في سوريا، حيث قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ان ضربة جوية واحدة بين كل 20 ضربة روسية في سوريا تستهدف تنظيم داعش الارهابي. استمرار الاستراتيجيتها المعلنة بدعم المعارضة السورية المعتدلة، افادت مصادر امريكية مسؤولة بان الولايات المتحدة تدرس تقديم دعم لآلاف من عناصر المعارضة السورية، يشمل إمدادهم بأسلحة وشن غارات جوية لمساعدتهم في طرد تنظيم داعش الإرهابي من منطقة استراتيجية بالأراضي السورية تقع بمحاذاة الحدود التركية. يأتي الدعم الأمريكي لتلك الخطة في الوقت الذي يقول فيه المعارضون المسلحون المعتدلون في سوريا والذين دربت ودعمت الولايات المتحدة بعضهم إن الغارات الجوية الروسية استهدفتهم، مما أثار توترات بين واشنطن وموسكو. وكانت دول منضمة إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق اعتبرت أن الغارات الروسية في سوريا ستؤدي إلى تصعيد النزاع هناك، داعية موسكو إلى التوقف فورا عن استهداف عناصر المعارضة السورية المعتدلة. في السياق ذاته وصف الرئيس الامريكي باراك اوباما حملة موسكو العسكرية في سوريا بالكارثة المحققة، مشيرا الى ان تلك الغارات لا تفرق بين تنظيم داعش والمعارضة السورية المعتدلة. واكد اوباما انه لا يزال من الممكن التوصل مع موسكو الى حل سياسي في سوريا. خلال محادثاتي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كنت واضحا حول اعتقادي بأن الوسيلة الوحيدة لحل المشكلة السورية هو إجراء تحول سياسي يكون شاملا ويبقى على وحدة الدولة السورية وجيشها ويحافظ على التماسك الوطني، إلا أنه لا يمكن تحقيق ذلك سوى من خلال تنحي الأسد عن السلطة. وتشن روسيا الحليفة التاريخية للرئيس الأسد منذ الأسبوع الماضي غارات في سوريا تحت شعار مكافحة الإرهاب، وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 6 ضربات جوية جديدة استهدفت تنظيم داعش في محافظتي إدلب وحماة بوسط وشمال غرب سوريا. كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أن مقاتلاتها استهدفت للمرة الأولى محافظة الرقة والتي تعتبر عاصمة التنظيم الإرهابي. من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات الروسية استهدفت الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة التي يقع فيها مطار الطبقة إلى الجنوب الغربي، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 من العناصر الإرهابية. تواصلنا معكم في هذه البانوراما الإخبارية وفيها بعد أنباء الاقتصاد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في القدس ونابلس. الانتخابات تستبعد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال من انتخابات الصعيد وتعلن انتهاك 7 قنوات خاصة ضوابط الدعاية. بريطانيا تمد مهلة تصدير تمثال فخم كا إلى 29 من مارس القادم ووزارة الآثار تعلن انتظارها بلاغا رسميا. اليمن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران لدعمها المتمردين الحوثيين وطهران تعلن القائم بالأعمال البحراني شخص غير مرغوب فيه. روسيا تنفذ أكثر من 60 غارة منذ بدء العمليات على مواقع داعش في سوريا والغارات تطال مركزا لقيادة التنظيم. والآن مع أهم الأخبار الاقتصادية حول إلى شهاب شعلان. تفضل شهاب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية وفيها بعد الفاصل وزير البترول يكشف عن إجراء مراجعة لشروط الاتفاقيات البترولية لمسايرة المتغيرات وتشجيع الاستثمارات.
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حاليا مراجعة شروط الاتفاقيات البترولية لمسايرة المتغيرات وتشجيع المزيد من ضخ الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع. وأكد الملا أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ استراتيجيات واتخاذ عدة التدابير لتكثيف وسرعة تنفيذ الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية وجذب الاستثمارات إلى مختلف المناطق البحرية والبرية، خاصة في الطبقات العميقة بالصحراء الغربية والدلتا. وأشار الوزير إلى عزم الوزارة تحفيز العمل في مناطق لم تحظى بقدر كاف من النشاط الاستكشافي في صعيد مصر والبحر الأحمر وتشجيع استكشاف مصادر غير تقليدية. أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير وتعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء تجمعات صناعية متخصصة لصناعات الأثاث والبلاستيك والجلود والسيارات. وأشار قابيل خلال لقائه السفير الإيطالي بالقاهرة مارتيسيو ماساري إلى تجارب التعاون المصري الإيطالي المشترك المتمثلة في مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية ومدينة الأثاث التي يجري تدشينها حاليا في مدينة دمياط. أكد وزير التموين خالد حنفي استمرار صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين التي تبدأ من بداية كل شهر ولمدة 10 أيام، وهي السلع الغذائية المجانية التي يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصص من استهلاك الخبز. ونفى الوزير ما تردد عن إلغاء صرف نقاط الخبز مؤكدا توفر جميع السلع الغذائية لدى البقالين التموينيين وفروع المجمعات الاستهلاكية التي تصرف نقاط الخبز. وقال الوزير إن قيمة السلع الغذائية التي يقوم المواطنون بصرفها مقابل نقاط الخبز تبلغ حوالي 500 مليون جنيه شهريا. أكد وزير الإسكان مصطفى مدبولي أنه تم وضع خطة استراتيجية قومية لتطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع الوزارات المعنية وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030. وقرر الوزير تغيير هدف قرض برنامج هيئة المعونة الألمانية الذي تصل قيمته إلى 13 مليون يورو لتخصيص تمويلاته لتنفيذ مشروعات حيوية وخدمية يشعر بها مواطنو المناطق العشوائية، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي والإسكان، على أن يستمر تنفيذ المشروعات التي بدأها البرنامج إلى حين إتمام عقود جديدة لعدد من مشروعات التطوير الأخرى. أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وبقية غرف العمليات بالمحافظات حالة الطوارئ وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين لقرار منع حرق قش الأرز. كما أعلنت وزارة البيئة التنسيق مع الدفاع المدني والإرشاد الزراعي وشرطة المسطحات المائية والبيئة لمقاومة الحرائق. كانت صور الأقمار الاصطناعية لمراقبة الحرائق العالمية قد كشفت عن عدد من نقاط حرق للمخلفات الزراعية، شملت مراكز السنبلاوين والمنصورة وديكرنس ومنية النصر في محافظة الدقهلية ومراكز أبو حماد وأولاد صقر وكفر صقر بمحافظة الشرقية ومراكز سمنود والمحلة الكبرى بالغربية ومركز بيلا بكفر الشيخ ومركز كوم حمادة في البحيرة. طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كميات من القمح للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من نوفمبر المقبل. وقالت الهيئة إنه لن يكون هناك تغيير في هذه المناقصة على المواصفات الحالية لمحتوى البروتين، والتي تشترط نسبة تبلغ 12% للقمح الروسي والأوكراني والروماني و 11.5% للقمح الفرنسي والقمح الأحمر اللين الأمريكي. كانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن الهيئة تدرس إمكانية زيادة شروط محتوى البروتين في مناقصاتها. أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك استعداد بلاده للقاء المنتجين في أوبك ومن خارجها لبحث الوضع في أسواق النفط العالمية. وكشف نوفاك عن خطط روسية لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين بنهاية أكتوبر المقبل لبحث أسعار النفط
مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود فرصة جيدة لعودة روسيا للاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني. يأتي هذا في حين كشف مسؤول في المالية الروسية عن اقتراح بتثبيت مستويات الصادرات البترولية دون تغيير في عام 2016. أظهرت البيانات زيادة إجمالية ما أنفقته صناديق الثروة السيادية على عمليات الاستحواذ في الخارج 24 مليارا و900 مليون دولار في الربع الثالث من 2015، ويمثل المستوى الجديد انتعاشة قوية مقارنة بالربع الأول عندما تراجع حجم الإنفاق إلى 5 مليارات و400 مليون دولار من خلال 32 صفقة، وذلك على الرغم من الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، لكن البانوراما ما زالت مستمرة مع الزملاء دينا وإيمان. شكرا جزيلا لك شهاب. تواصل لجان الاقتراع في الإمارات استقبال ناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي انطلقت صباح اليوم في 36 مركزا انتخابيا. سيتمكن أعضاء الهيئات الانتخابية الذين لم يصوتوا في مرحلة التصويت المبكر أو خارج الدولة في السفارات والبعثات الدبلوماسية من انتخاب مرشحيهم عبر التصويت الإلكتروني. هذا ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع مساء اليوم. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطيني من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى الفلسطيني والبالغ من العمر 14 عاما بادعاء إلقاء الحجارة، وتم اقتياده للتحقيق بأحد مراكز شرطة الاحتلال. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا فلسطينيا في حاجز زعترة جنوب نابلس. أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها اعتقلت مواطنة سورية وأخرى فلبينية في مداهمة لمعمل غير قانوني لتصنيع المتفجرات في الرياض. وقال المتحدث الأمني للوزارة إن المعمل كان يتم فيه تحضير المواد المتفجرة وصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها لتنفيذ عمليات إجرامية. قتل 15 شخصا وأصيب 41 آخرون بجروح في انفجارين وقعا بضواحي العاصمة النيجيرية أبوجا حسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للطوارئ. ويقول الجيش النيجيري أنه حقق سلسلة من الانتصارات ضد جماعة بوكو حرام المتشددة في الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار المخاوف لدى كثيرين من تصعيد الهجمات ضد المدنيين في شمال شرق المضطرب. وأسفرت أعمال العنف منذ أن تولى الرئيس محمد بوخاري منصبه في مايو الماضي عن أكثر من 1000 قتيل في نيجيريا وحدها. وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أزمة تدفق اللاجئين بأنها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية وأنها اختبار لقدرات أوروبا. وأكدت ميركل أن دول أوروبا بحاجة إلى حماية حدودها الخارجية والعمل معا لمواجهة هذا التحدي العالمي حتى تكون الهجرة في أوروبا منظمة، وكذلك الاطلاع بمزيد من المسؤولين تجاه الدول التي توجد فيها أسباب أزمة اللاجئين مثل لبنان والأردن أو تركيا، مشيرة إلى أن ألمانيا لن تأوى سوى من يحتاجون إلى الحماية. متواصلون معكم في هذه البانوراما وفيها بعد أخبار الرياضة. خلال لقائه مساعده لشؤون القنصلية، وزير الخارجية يؤكد أهمية إلاء مطالب المصريين بالخارج الأولوية القصوى. تقرير، حيث التقى وزير الخارجية سامح شكري السفير هشام النقيب مساعد الوزير للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، حيث أكد له حرص الخارجية على إعطاء رعاية المواطنين المصريين بالخارج وخدمتهم القنصلية الأولوية القصوى. وشدد وزير الخارجية على ضرورة توفير أفضل العناصر البشرية سواء من السلك الدبلوماسي أو الإداري للقطاع القنصلي، ومده بكافة الإمكانيات التي تتيح له خدمة المواطن بالخارج.
رعاية مصالح المصريين بالخارج وحماية حقوقهم من أسمى المهام التي تطلع بها وزارة الخارجية، لا سيما القطاع القنصلي، تأكيدا على تواصل مصر مع أبنائها في الخارج مهما تباعدت المسافات. الوزير مشكور بينبه الدبلوماسيين إلى دور رئيسي لهم في الخارج في رعاية مواطنيهم في الخارج، دي مسألة أساسية جدا. بص رعاية أي دولة، مواطني أي دولة في الخارج، كيف تقف معهم سفاراتهم وكيف ترعاهم وكيف تدعمهم. ربما بينبه وبيؤكد مرة تانية وتالتة، وده شيء جميل طبعا أنا أشكره عليه، لكن الأهم من كده أن تكون توجيهات السيد الوزير لها آلية للتنفيذ. أبناء مصر في الخارج سفراؤها ورسلها يمثلون جسرا من التواصل بين الحضارات وواجهة مصرية وطنية خالصة لا تنقطع علاقاتها بالجذور مدى الحياة عبر دبلوماسية نشطة تحقق التفاعل المطلوب في شتى المجالات. التفاعل مع خدمات المواطنين المصريين في الخارج لن تكون هذه المرة شفوية، ولكن ستأخذ منحى عملي من خلال إجراءات محددة. نعلم جميعا أن الوزير سامح شكري عين مؤخرا السفير هشام النقيب مساعد للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، وأعطاه تكليفات محددة من ورائها تأكيد على أن رعاية مصالح المغتربين المصريين هي أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية، وهي إعلاء للمصالح القومية المصرية في الخارج. دفع عجلة التنمية وتقديم صورة مشرفة لمصر في الخارج رسالة تطلع بها وزارة الخارجية عبر دبلوماسية رسمية وشعبية تمثلان جناحي التقدم وسعيا دؤوبا لمواكبة العصر وربط أبناء مصر بالوطن الأم. أمل صبري، النيل. وصلنا إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية، وهذه عناوين الأخبار. العليا للانتخابات تستبعد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال من انتخابات الصعيد، وتعلن انتهاك 7 قنوات خاصة ضوابط الدعاية. بريطانيا تمد مهلة تصدير تمثال سخمكا إلى 29 من مارس القادم، ووزارة الآثار تعلن انتظارها بلاغا رسميا. اليمن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران لدعمها المتمردين الحوثيين، وطهران تعلن القائمة بالأعمال البحرينية شخصا غير مرغوب فيه. روسيا تنفذ أكثر من 20 طلعة جوية على مواقع داعش في الرقة، والغارات تطال مركزا لقيادة التنظيم. تم هذه البانوراما الإخبارية الشاملة، أتتكم من النيل. في الرأس الساعة القادمة موجز جديد، إلى اللقاء.